نزلات البرد، الكحة، حساسية الصدر، الإنفلونزا، كلها علامات لدخول فصل الشتاء. كل عام وحضراتكم بخير، والنهاردة استقبلنا أول يوم بالمطر والعصير والرياح، وإحنا جايين على الطريق النهاردة وفصل الشتاء. كل دي مصطلحات لبداية فصل الشتاء والأمراض اللي مرتبطة بيه، زي ما قلت من شوية، الكحة، نزلة البرد، حساسية الصدر. إزاي أقي أطفالي من الأمراض دي، وإيه هي أعراضها وكيفية الوقاية منها؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع الدكتور محمد فوزي الخبيري، استشاري طب الأطفال وزميل الكلية الملكية بإنجلترا. وأهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. ربنا يخليك. أهلا بيك يا دكتور محمد. دكتور محمد، في بداية فصل الشتاء بنلاحظ حاجة غريبة قوي بتحصل في البيوت المصرية. بيكون في صيدلية أو أجزخانة كده صغيرة ومليانة بمجموعة من الأدوية مهولة في بداية فصل الشتاء. إيه السبب بقى؟ السبب في التوقيت ده كلنا بنتجه لشراء كمية كبيرة من الأدوية، والأمهات بتكون متوترة وقلقانة. يعني إيه هي أمراض فصل الشتاء، وإيه السبب في ارتباطها في أذهاننا بالدواء والبرد والكحة؟ هي طبعا اكتر حاجه طبعا موجوده دلوقتي نزلات البرد. نتيجه طبعا معروفه ان هي نزلات البرد بترتبط بتغيرات الفصول، تمام، واكترها طبعا مع بدايه الشتاء ودخول المدارس. طبعا دي فتره كمان مهمه جدا، لان طبعا سبب يعني من الاسباب، سبب برضو من الاسباب عشان انتشار العدوى، سرعه انتشار العدوى. طبعا الاول نعرف بس ايه الفرق بين البرد والانفلونزا، لان ده طبعا مصطلح مختلط دايما عند الناس، انه البرد هو الانفلونزا. صحيح، ما فيش فرق بينهم. لكن طبعا في شتان الفرق ما بين البرد والانفلونزا. احنا نقدر نقول ان هما اتنين اخوات، الطيب والشرس. البرد اعراض خفيفه بمجرد بيصيب الجهاز التنفسي بس، يعني ممكن يحصل له شويه رشح في الانف، كحه خفيفه، لو في ارتفاع في الحراره ممكن تبقى ارتفاع بسيط 38 اقصى حاجه. الانفلونزا ده الوجه الشرس، طبعا ارتفاع شديد في درجات الحراره بيتعدى 39 يصل الى 40. بيصيب اجزاء كبيره من الجسم، يعني غير الجهاز التنفسي ان هو يبقى معاه برد، معاه كحه شديده، معاه ضيق في التنفس، الام شديده في العضلات. يعني العيان بيبقى مش قادر ان هو يتحرك، حتى الطفل بيبقى مش ممكن، يعني بيقولوا ان الجسم ساعتها مكسر بالظبط كده، مش قادر ان هو يتحرك. الاعراض بتستمر يمكن حوالي 5 أو 7 أيام. اعراض الانفلونزا، الحراره على الاقل بتستمر 3 أيام. في البرد الموضوع بيبقى خفيف، القصه ممكن يومين اقصى حاجه، والاعراض بتهدى. ففي فرق جامد ما بين الانفلونزا والبرد. طب كيفيه الوقايه من الانفلونزا، لان هي اقوى؟ طبعا سواء البرد او الانفلونزا او امراض الشتاء عموما، يعني ممكن يبقى الوقايه منها، يعني هو التايتل لكل امراض الشتاء. طبعا الوقايه خير من العلاج، فان احنا نحمي نفسنا باول حاجه ان احنا نزود المناعه. نزود المناعة بتاعت أولادنا إزاي؟ أول حاجة عن طريق الأكلات، الأطعمة. دي رقم واحد. التغذية، التغذية السليمة رقم واحد. إن لازم يبقى فيه بروتين حيواني يومي، البروتين الحيواني بيرفع من مناعة الطفل. البيض، كوباية لبن، لحمة حمراء، لحم فراخ. دي حاجة بروتين عشان تزود المناعة. حاجة حتى لو حاجة واحدة منهم في اليوم. تمام. الحاجة التانية طبعا الحاجات المحتوية على فيتامين سي، زي الليمون، عصير الليمون، البرتقال، الجوافة. بالظبط كده، حاجات فيها فيتامين إيه زي البطاطا والجزر. طيب القطعيمة يا دكتور، أثناء فترة البرد أو الإنفلونزا مشهور جدا، مش عارفة بقى ده صح علميا ولا لا، ابعد عن السمك، ابعد عن البيض للطفل لما يصاب بالبرد. حقيقة الموضوع ملوش أي أساس علمي. تمام. ولكن هو بالممارسة احنا ممكن نلاقي انه لو كلناه ممكن يعني بيظهر البرد، بيزيد شويه الاعراض، لكن ملوش اساس علمي. يعني فيش اي كتاب طب مذكور فيه انه الاكلات دي تمنع في البرد او ان هي بتزود البرد او الانفلونزا. في برضه شيء مهم جدا يا دكتور عاوزه اسال حضرتك عليه، هل هو فعلا بدعه ولا حقيقه؟ عصير الليمون الدافي، يعني سمعت ان الليمون لما بيتسخن بيفقد اهميته وعناصره المهمه، هل ده صحيح؟ اللي هو العصير الليمون عموما مش محتاجين ان احنا ندفيه ولا حاجه. يعني هو فعلا مع انا سمعت المعلومه دي من بعض، يعني ممكن فيتامين سي بلاش يبقى على النار، بلاش يكون يتعرض لحراره، بيحصل فيتامين سي لما بيتسخن. فاحنا محتاجين عصير الليمون ان احنا ناخده كده فريش. فريش كمان. في العسل الابيض مع الليمون كويس جدا. العسل الابيض مع الليمون بيبقى مفيد جدا كمان برضه في الوقايه من نزلات البرد والانفلونزا. طيب معانا مداخله، مساء الخير. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام.
انا مدام هاله من الجيزه. ازيك يا سهى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. الحمد لله، منورين والله. ميرسي يا حبيبتي. قمر اتفضلي، ليكي اي استفسار؟ ربنا يخليك. انا هاله. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي يا استاذه هاله. كنت عايزه اتكلم على موضوع الحموات. اتفضلي يا حبيبتي. بصي اقول لك لحضرتك على حاجه، اذا هي اتقت الله وانها اعتبرتها بنتها الدنيا هتمشي، وهي برضك لو اتقت الله واعتبرتها انها والدتها الدنيا هتمشي. فهي كلام جميل. الاول والاخر تقوى الله. كلام جميل. صحيح صحيح. كنت ممكن اسال حضرتك، بس اسال الدكتوره عن سؤال. اتفضلي يا عمر. انا بنتي الصغيره في كي جي 2، اضطريت الاوقات في الشتاء تبقى تعبانه وعندها كحه. فكنت عايزه اسال الدكتور مثلا ايه مثلا ايه الاكل الطبيعي او الحاجات التعصير الطبيعيه. احنا بالفعل كنا بنتكلم عن النقطه يعني دي. بالظبط. سنها 5 سنين. ايوه حوالي 5 سنين. مدام هالة عمرها قد ايه؟ عندها 5 سنين. 5 سنين. تمام. طيب الكحه دي بتيجي على صوره نوبات يعني بتظهر بتيجي في صوره نوبات بتظهر وتختفي؟ ايوه حضرتك، كل فتره كده كل اسبوعين ثلاثه لا عندها ايه زي دور كحه، مش قادره تاخد نفسها. ده في فصل الشتاء. في الشتاء اكتر من الصيف؟ هو في الشتاء. في الليل اكتر من النهار؟ هي فتره بالليل. بالليل اكتر. تمام. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا يا جواب على هاله. طبعا القصه اللي هي بتحكيها دي هي قصه الحساسيه. يعني انا دايما بقول حساسيه الصدر دي قصه بتتحكي. طب نتكلم بقى بمناسبه مكالمه مدام هاله. نتكلم عن حساسيه الصدر. اتفضلي يا دكتور. طب اسفه ان انا اقطعك يا حنان. حضرتك يا دكتور هي برضو سالت على الاطعمه، فحضرتك انت اتكلمنا في الوقايه وازاي نحسن جهاز المناعه بالاكل بس، يعني اللبس ملوش علاقه، ما فيش اي حاجه ثانيه لها علاقه من الوقايه. عايزين نكمل الوقايه. لا ما كملناش الوقايه. انا اسفه، فيا ريت نكمل. احنا بدانا بالاطعمه. رقم 2 السوائل، شرب السوائل. حتى الميه الكتير دايما في الشتاء كلنا الميه عندنا بتقل قوي. صحيح. فطبعا شرب السوائل ده مهم جدا. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا جدا ممكن ما ناخدش بالنا منها، النوم. النوم، انتظام النوم من الحاجات اللي بترفع المناعه بشكل كبير جدا. ممتاز. يعني المفروض يعني الطبيعي ننام كام ساعه؟ الطبيعي في الاطفال من 8 ل 10 ساعات. 8 ل 10. في الاطفال لحد سن كام يا دكتور للمراهقه؟ 13 سنه. تمام. ده المفروض ينام من 8 ل 10 ساعات. تمام. الكبار طبعا من 6 ل 8، هو بيبقى رينج. طيب يعني اللبس في فصل الشتاء يا دكتور؟ اللبس برضو طبعا بالنسبه للاطفال السؤال اللي دايما بنتساله، البس طفل ايه؟ كتير. احنا بنقول ايه؟ بنحط كده قاعده بنقول له ايه؟ الولد لبسه زي باباه وزياده قطع. والبنت بقول لها نفس عدد القطع اللي انت لابساها وزياده قطع. طب الملابس يعني الصيفيه عشان فصل إيه؟ الشتاء يا دكتور. الملابس الصيفيه. لا الملابس الصيفيه غلط طبعا. اقطان كلها. تمام. سواء كبار او اطفال كلها. تمام. ملابس حتى لو قطنية. في طبقه قطنيه بتحمي ما بينها وما بين الجلد. بالظبط، لازم يبقى في طبقه طبعا. تمام. يعني لو في طبقه عادي ممكن الصوف يتلبس، ما فيش مشكله، بس ما يكونش على الجلد لان هو بيزود الحساسيه. ما يكونش على الجلد. بيزود الحساسيه. بيزود الحساسيه. دكتور محمد صدر. اكيد من طرق الوقايه برضو النظافه الشخصيه، نعود طبعًا. الاطفال ان هم دايما سواء في المدرسه او في البيت غسيل الايد باستمرار. كل طفل يكون له فوطه خاصه بيه غير الرياضه طبعا كمان. ده الوقايه. من الوقايه بتزود سريان الدم في الجسم. فمن ضمن طرق الوقاية حتى السباحة مهمة جدا في أطفال الحساسية، ودي يمكن معلومة يمكن مغلوطة فتقول لك لا ازاي عنده حساسية وانزله الميه. بالعكس، ده هي السباحة من ضمن الحاجات اللي يعني بتزود مناعته الجهاز التنفسي بتاعه. في الشتاء يا دكتور ضد الحساسية في الشتاء. مهمة جدا فعلا. نرجع بقى لموضوع الحساسية. اتفضل. طبعا حساسيه الاول يعني ايه؟ يعني حتى احنا في الدارج لما بنقول ايه الشخص ده حساس، يعني يعني شخص استجابته للاشياء بتبقى مبالغ فيها. اوفر. هو اوفر شويه. تمام. فنفس الكلام حساسيه الصدر، هو شخص عنده استجابه غير طبيعيه للعوامل الطبيعيه اللي حوالينا، يعني الغبار مثلا او التراب. هو بيستقبل هذا الشيء باستجابه الجهاز التنفسي بتاعه، بيحصل له رياكشن غير طبيعي. فهو دايما طبعا هو حاجه مزمنه. تمام. واحنا بنقول دايما الحساسيه بنقول ايه؟ كنترولابل نوت كيورابل، يعني انا اتحكم فيها واسيطر عليها وعلى الاعراض بتاعتها ولكن مش هتخف تماما. هو ده علاج كده، انا اسيطر عليها واتعامل معاها. انا اسيطر عليها. وانا ايه المطلوب عندي؟ ان انا الطفل يقوم بالاكتيفيتيز بتاعته. انا عاوز يروح المدرسه، عاوز ينام كويس. مظبوط. يقدر يعيش حياته طبيعيه. يعيش حياته طبيعيه. فطفل الحساسيه انا عاوز اتحكم فيها بحيث ان هو يقدر يقوم بالاكتيفيتيز بتاعته. طب ويفضل طول عمره يا دكتور مريض حساسيه؟
يعني انا اتحكم لو مزمنه بقى مريض حساسيه غالبا للأسف. في معظم الحالات ممكن بتستمر معايا حتى هي ممكن بتختفي شويه زي نوبات في فتره يعني ممكن تقعد مثلا 10 سنين لحد 10 سنين وبعد كده الاخ اختفت وظهرت مع 20 25 سنتين. طيب اعراض حساسيه الصدر يا دكتور محمد ايه؟ اعراض حساسيه الصدر زي ما بنقول المدام الاسئله اللي احنا سالناها قلنا هي قصه بتتحكي. الام تقول لك الصيف اسوأ، الشتاء اسوأ من الصيف، الليل اسوأ من النهار. تمام. بيكح امتى؟ لما بيلعب، لما بيعيط، لما بيضحك، لما بيجري، لما بيعمل مجهود. دي الحاجات اللي هو ايه الحالات او الاوقات اللي بيكح فيها. تمام. فاذا هي قصه بتتحكي. الاعراض دي في التنفس، كحه شديده طبعا قلنا اثناء الليل اكتر، بيبقى في صوت طبعا ازيز او اللي هو عليه بنقول ايه صدره بيشخلل او بيزيق. صحيح صحيح. دي الاعراض اللي ممكن تظهر. وان كان في بعض انواع الحساسيه ممكن تبقى صوره كحه بس وما معهاش صوت الأزيز، وده بيحصل اختلاط عند الدكاترة فيقول لها لا ده ما عندوش حساسية. عشان كده احنا بنقول الحساسية قصة بتتحكي. يعني صحيح. ايه طالما بيجيله في صورة نوبات، بيجيله بالليل أكتر، بيجيله في الشتاء أكتر، وبيجيله مع المجهود طبعا. دي كده أنا بشخص حساسية. تمام. طب هل العلاج بقى علاج الحساسية معلش بعد إذنك يا إيمان؟ علاج الحساسية زي ما بنقول علاج الحساسية للأسف في خطأ شديد جدا في علاج الحساسية. علاج الحساسيه المفروض بروتوكول بيتطبق، لكن احنا للاسف طبعا ما عندناش بروتوكولات علاج خالص. كل دكتور طبعا ليه نظامه لوحده، مدرسه خاصه بيه. للاسف احنا طبعا بنعالج الحساسيه بالمضادات الحيويه، بنعالج الحساسيه بالادويه، وده لا والاخطر يا دكتور دايما بالكورتيزون وبالكورتيزون طبعا. يعني وده مش العلاج الاساسي. العلاج الاساسي للعلاج الحساسيه الاستنشاق، موسعات الشعب الهوائيه عن طريق الاستنشاق. عن طريق البخاخات. يعني بره دلوقتي العلاج الاساسي هو البخاخات. ولا جهاز البخار للاسف ده احنا عن البخاخات. لا البخاخ البخاخ الأساسي. احنا للاسف احنا عندنا البخاخه دي طبعا ريكسو من عمل الشيطان يعني. اللي يعني الأمهات اول ما تسمع البخاخه بيحصل لها هلع. ايه السبب يا دكتور محمد؟ لا احنا عندنا ثقافه كده ان البخاخه ده ان ده بقى مريض صدر مرض بقى ده خلاص بقى مرض مزمن. لا ده كمان لا ده ممكن كمان بالظبط كده الناس هتقول علينا ايه ثقافه شعب زي اللي بتبعد ابنها. ثقافه غلط طبعا. لا ازاي دكتور محمد في بدايه الفقره حضرتك ذكرت ان الوقايه خير من العلاج. طب ازاي اقي نفسي من نزلات البرد ومن حساسيه الصدر ومن توصيات جميله كده بقى من حضرتك؟ اول حاجه طبعا زي ما قلنا ان احنا ارفع جهاز المناعه بالاكلات وبالسوائل والرياضه والنوم. الحاجه الثانيه التدخين ممنوع تماما. تمام. على الاقل داخل المسكن يعني داخل لا صحيح. داخل المنزل كله انا بدخن خلاص يعني هو الاب بيدخن دخن براحتك بس بره البيت. تمام. لكن داخل المنزل ممنوع التدخين تماما. ما تقوليش انا بدخن في الاوضه اللي جنبه. لا بالظبط التدخين السلبي يطلق عليه التدخين السلبي موجوده طبعا. ده كمان بتبقى موجوده على الملابس يعني. فيا ريت يعني ما في اي طفل عنده حساسيه بالذات يعني اي اب عنده طفل عنده حساسيه يا ريت ممنوع التدخين تمام. حتى بره البيت لان انت بترجع نفسك في ريحه الدخان مجرد انك انت تشيل ابنك او تبوسه موجود فيه. طبعا لو الام بتدخن دي كارثه تاني طبعاً. خالص اكيد اكيد. الحاجه الثانيه طبعا ممارسه الرياضه، ان احنا نفسيه الطفل تبقى كويسه ده بيرفع مناعته. طبعا مصر الانفلونزا ايوه بالنسبه للتطعيم يا دكتور. دكتور محمد نور الدين بيوصي بلقاح مصر الانفلونزا في بدايه فصل الشتاء معاه ولا ضده؟ مهم جدا. مهم جدا طبعا. اولا التطعيم امن جدا ما فيهوش اي موانع الا مانع وحيد انه الطفل يكون عنده او الشخص عنده حساسيه من البيض. ده المانع الوحيد. بس في اطفال يا دكتور بتكون واخده تطعيم وبيجي لها نزلات برد. صحيح. بيجي لها نزلات برد بصوره اخف. اولا التطعيم بيغطي ثلاث فيروسات اللي هم الاكثر انتشارا السنه دي. تمام. احنا عندنا 200 فيروس بيسببوا الانفلونزا والبرد. التطعيم بيغطي ثلاث انواع منهم. اللي هم الاكثر شيوعا في السنه يعني عشان كده هو بيغطي سنه واحده يعني. ما ينفعش تطعيم السنه اللي فاتت يعني هو بيقلل النسبه حتى شوية. لو بالظبط كده حتى لو الاعراض جت بتيجي بصوره خفيفه بسيطه. واكثر طبعا ناس مهم ياخدوا التطعيم اللي بنقول عليهم الهاي ريسك اللي هم الاطفال وخصوصا الاطفال اللي عندهم حساسيه سواء حساسيه انف او صدر. تمام. والاطفال اللي عندهم امراض مزمنه او الكبار حتى اللي عندهم امراض مزمنه. تمام. دكتور محمد
ايهما افضل، الحقن اللقاح عن طريق الحقن ولا الانف؟ لا، عن طريق الحقنه العضلي. افضل. المصل عن طريق الحقن في العضل. تمام. حقيقة يا دكتور شرفتنا النهاردة، وحلقة أكتر من مفيدة. إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم فيها أكتر عن أمراض الشتاء، لأن نورتنا يا دكتور. المشاهدين استفادوا. أكيد إن شاء الله. نورتنا يا دكتور. كل سنة طيبين. حضرتك بخير. متابعينا بكده نكون وصلنا لختام فقرتنا الثانية، هننتظركم الثلاث القادم إن شاء الله في نفس الموعد، وتحية الستات.